سوف نعبر سنوات الفشل عندما يصبح الوطن أهم من فالح الفياض والجيش أهم من سليم الجبوري، وعندما نعرف أن أسوأ ما في هذه البلاد أن البعض يريد لنا أن نتناول جوعة زائدة من حنان، وأن لا ننتظر عتاب على ما حصل من خراب في العراق. بشرى لمحبي الهدوء والصفاء الذهني، عباس البياتي ومحمود الحسن يتوقفان عن الظهور في التلفزيون وينضمان إلى قافلة المتقاعدين على نفقة الدولة. مبروك علينا، فرصة لنستمع إلى الخطاب السياسي الحقيقي من حمد الموسوي ومحمد الكربولي. صحيح مصائب قوم عند قوم تقاعد مليوني. أيام زمان كانت الوطنية تعني عشق تراب الوطن، وأيام زمان أيضا كانت الوطنية هي أن تدمع عينيك عندما تستمع إلى ناظم الغزالي يغني فوق النخل فوق. وزمان أيضا كانت الوطنية تعني الانحياز إلى وطنك حبا وطواعية سرا وعلانية، لكن يبدو أن الوطنية كمفهوم تغيرت مثلما تطور المجتمع العراقي. الوطنية الآن أن تقول بوضوح وبلا خجل أفتخر بأنني قاتلت مع إيران ضد العراق. الوطن لم يعد مقياسا، ثم أن الوقوف إلى جانب أردوغان أصبح مفخرة لبعض السياسيين العراقيين، ولأننا في هذه البلاد العجيبة ستكون الوطنية معبرة عن طبيعة المرحلة التي يعيشها السياسي العراقي. ولا أستبعد والله أعلم أن يحصل مشعان الجبوري على لقب الوطني المثالي.